لكن كنت بقول لكم وليد ازارو لعيب مغربي هيكون له باذن الله تعالى بصمه كبيره قوي في الكره الاهلاويه. نشوف علي ماهر احد نجوم الاهلي السابقين شاف وليد ازارو وبدايته ازاي. عايز اتكلم بس على وليد ازارو ده، احنا يعني النادي الاهلي كسب فرود كبير، يعني بقى لنا كتير جدا ما شفناش الفرود يا كابتن سيف، اللي هو ياخد اللي هو يبقى ظهره للجون وفي ثانيه يلف، في لحظه يلف يبقى وشه الناحيه الثانيه في ثانيه، فدي ما كناش بنشوفها. فانا شايف ان الولد ده لو جاب يعني لو وليد جاب جون ايه صغير برافو عليك، 20 او 22 سنه فلا صغير. وبعدين منتخب مغرب حاجه مش سهله كده، يعني براند، انت جايب لعيب فرود براند، يعني حاجه يعني اعلى حاجه، ان دايما اللعيب لما بيلعب منتخب، المغرب منتخب قوي جدا ومنتخب يعني جام مش اي حد يكون بيلعب فيه. فانا شايف ان هو فيرود النادي الاهلي كسب فيرود بجد، يعني مع احترامي ولا كلوبالي ولا مش يعني كان كويس، الناس كانت مبسوطه بكلوبالي عشان كان بيجيب جوان بدماغه، لكن لا كلوبالي قعد قد ايه بالضبط بالظبط قعد فتره، ده من اول ماتشين بان بالظبط كده. وبعدين دايما انا دي بقى النقطه كانت سيف المهمه، ان دايما لما اجي اجيب لعيب النادي الاهلي او نادي الزمالك، لما اجي اجيب لعيب هو ده المشكله اللي دايما النادي الاهلي بيقابلها ونادي الزمالك، لما اجيب لعيب اجيبه ان هو يلعب هيبقى جامد على الترجي، هيبقى جامد هيجيب لي جون مع في افريقيا، هو ده الفيرو اللي انا اجيبه، اللي انا ما اجيبش مقيس اللعيب على الدوري المصري، لانك انت بتلعب افريقيا انت هتيجي تتصدم. يعني كلوبالي كان ماشي كويس، كان بيجيب جون في الدوري جامد جدا، الماتشين اللي لعبهم في افريقيا ما جابش ولا جون في الماتشين بتوع افريقيا، فهو ده انا اقيس اللعيب دايما لما اجي اجيب اللعيب اقيسه على افريقيا. انا عايز اعلق على موضوع وليد ازارو ده، لان في خضم واحنا بنتكلم على اللعيب الافريقي اللي هيجي النادي الاهلي، برز فجاه اسم وليد ازارو. كان في تخوف، مين وليد ازارو؟ ما سمعناش عن هداف اسمه وليد ازارو، وكان تركيز الناس كلها على الافارقه المميزين جدا الحقيقه، في اربع خمس افارقه في الدوري المصري كانوا واضحين جدا، اجسام وقوه بدنيه وتهديف. طب هو ليه الاهلي ما راحش ناحيه واحد زي دول؟ كابتن علي ماهر بيلفت النظر الى القيمه التكتيكيه لوليد ازارو عن هؤلاء اللاعبين، هؤلاء اللاعبين بتوع اللمسه الاخيره. لكن ما يلعبوش فرقه. ما يضغطوش على خصم. ما يشكلوش فريق منظم. واخد بالك؟ فانت لما بتجيب اللعيبه دي بتخاطر. اذا ما وجدوش المساحات ربما لا يتألقوا مع الاهلي، ودي فسرت كونان وغير كونان وحاجات كتيره من اللي جت من الافارقه وما تألقوش. اللي تألقوا مين؟ فيليكس لاعب تكتيكي حاجه كده. فلافيو حتى في السنه اللي اخفق فيها واحرز هدف وحيد كان لاعب تكتيكي زيه زي ازارو كده، تديله في اي مكان على الاطراف يلف ويلعب ويسند اللي جاي متحرك. متحرك. اذا كابتن عماري قال لك انت جايب لاعب براند، براند ماركه يعني مش ماركة اسمه. يعني حاجة هي ليها تفسير في الجون قوي، لكن هو مميز، هو علامة. مصنف علامة. براند يعني له تصنيف بالظبط، ويقدر هذا النوع من اللعيبة هو ده اللي يقدر يلعب في أفريقيا. مش اللي هيت الران اللي يجري ولمس بذكاء كده. هو ليه كلوبالي ما تألقش في افريقيا؟ لان القوه مع القوه والكلام ده المنتاليتي قليل شويه تتلاشى. اذا وليد ازارو هو لاعب يحتاجه الاهلي، ها، وباذن الله. وانا قلت لك هو فيه مواصفات من مروان محسن، بس يمكن سنه اصغر شويه، مش مصاب ربنا يحميه، ونقدر نشوف تنافس